اهلا بحضراتكم. كان في فايل من الاداره الطبيه الحكوميه في ولايه كنتاكي في امريكا. الفايل ده في موضوع مهم عن الفاكسين الكوفيد 19 فاكسين او الكورونا فاكسين، ف كنت عايز اقراه سريعا مع حضراتكم، اللي هو الحاجات اللي بالعربي بحيث ان احنا ممكن نتبادل وجهات النظر، مش على طريقة اقناعك او تقنيعني، هي على طريقة بس وجهات النظر نتبادلها. فهنقوله بسرعة كده مع بعض. بيقول كده: مين هو المؤهل لتلقي تطعيم الان؟ مين المفروض يبقى مستاهل او يستحق انه ياخد تطعيم الان؟ هم عاملين زي فيز او مراحل، مرحلة اولى، في مراحل بعد كده. المرحلة الاولى فيها A و B و C او ألف ب و ج. بيقولوا ان المقيمين في مرافق رعاية طويلة الامد والناس اللي بيشتغلوا في مجال الرعاية الصحية دي هتبقى اول مرحلة. المرحلة الاولى بي او بي، اي حد عنده 70 سنة او اكثر، هو بيسميهم سينيورز او كبار السن. والموظفي الكي 12 اللي هم المدرسين او العاملين في التربية والتعليم يعني، او الادوكيشنال سيستم. ومن 1 فبراير هيبتدوا في المرحلة الاولى جيم، اللي هي بيتكلموا عن الشخص اللي هو عنده 60 سنة أو أكبر، وأي شخص عنده 16 سنة أو أكبر بس عنده يعني هو ريكوردد إنه عنده مرض مزمن أو حاجة، دول هيبقوا في المرحلة الأولى سي. إيه هي الأجسام المضادة؟ الأجسام المضادة هي عبارة عن بروتينات بتصنع استجابة للعدوى. يعني أنا مثلا تعرضت للكوفيد 19 فاكسين، تعرضت للفيروس، فاللي بيحصل ان الدم عندي بيبتدي يعمل حاجه اسمها الانتي بودز او الاجسام المضاده للفيروس ده. احيانا بيجي ياخدوا بقى من البلازما، ياخدوا الاجسام المضاده دي وبيعملوها كعلاج للناس المريضه. طبعا هنا كاتبين الاجسام المضاده والانتي بودز بتبتدي تظهر من اسبوع للاسابيع. الفاكسين يعني ايه فاكسين؟ ما هو اللقاح او ايه هو الفاكسين؟ هنتكلم على النوع ده من الفاكسينات او النوع ده من اللقاحات. هو عباره عن بيعرضوا الجسم ل بارتيكلز او جزيئات من الفيروس، وبيمر عشان خاطر يخلي الجهاز المناعه يتعرف على هذا الفيروس الجديد بالنسبه له، ويبتدي يعمل له اجسام مضاده. ده بشكل عام. انما اللقاحات اللي هي الموجوده دلوقتي للكوفيد 19 فاكسين او الفاكسين المعمول ل الكورونا فيروس او الكوفيد 19 اللي هو المستجد، بيسموه المسج ار ان اي او الام ار ان اي. الفاكسين دون لا تنطوي لقاحات الام ار ان اي على جرثومه ضعيفه او معطله في او اجسام، اللي هي مش اللي بيسموه ليف اتنويتد فاكسين. هو مش كده، ان هو عباره عن بيدي حاجه بتحفز الخلايا المناعيه على انه يعمل بروتين او بروتيز للفيروس، ضد الفيروس، ضد الكوفيد 19 فاكسين. بمعنى ان الفاكسين اللي حضرتك بتاخده مش بيحتوي على الفيروس، لا، ده اللي هي التطعيمات القديمه او التطعيمات اللي هي في الحاجات الثانيه، مش في الكوفيد 19 فاكسين. التطعيم ده عباره عن محفز بيدي لحضرتك حاجه محدده كده، بحيث ان يحصل نحفز الخلايا المناعيه انها تطلع اجسام مضاده للفيروس الحقيقي. يقومون بتعليم خلايانا كيفيه صنع بروتين او حتى قطع البروتين يؤدي الى استجابه مناعيه في اجسامنا. هذه الاستجابه المناعيه التي تنتج اجسام مضاده هي لا تحمينا من الاصابه بالعدوى اذا دخل الفيروس الحقيقي اجسام. هل النوع ده من الفاكسينز هل ممكن يغير الدي ان اي بتاعي؟ هل ممكن النوع ده من الفاكسين، لان احنا طبعا عارفين ان الفيروس عباره عن ام ار ان اي، قصدي يعني ار ان اي مش دي ان اي، عباره عن ستراند واحده، هل ممكن انا لما اخد الفاكسين ده يغير تركيبه الدي ان اي بتاعتي؟ لا لا، ده المسنجر ده بتاع الار ان اي ده هو النشط في السيتوبلازم في الخلايا، الحمد لله موجود في النواه. هذا النوع من الفاكسينز، هذا النوع من اللقاحات لا تعمل في نفس الحيز الخلوي الذي يوجد فيه، ما بيبقاش موجود في نفس الـ اللي يكون فيها الدي ان اي بتاعي، هي غير قادره على تغيير الحمض النووي او الدي ان اي اللي عندي.
هل ان شاء الله هيكون في ما يكفي من اللقاحات او في فاكسينز هتكون كافيه للكل؟ في البدايه غالبا لا، انما بالتاكيد انه مع الوقت مع توفر كميات اكبر مع زيادة كميات اللقاح هيبدا الكميه مع الوقت هتكون كافيه، لكن في البدايه لا. كمان الجرعات اللقاح الكوفيد 19 فاكسين المطلوبه حتى الان سواء الفايزر او الموديرنا احنا بناخد الفاكسين على 2 شوتس او 2 دوزز. اللي بياخد الفايزر بيكون في 3 ويكس انترفال بين الفيرست دوز والسكند دوز، في 3 اسابيع ما بين الجرعه الاولى والثانيه. موديرنا السيستم بتاعها او سيستم الفاكسين بتاع موديرنا بيكون عباره عن 28 يوم. فحالتك لما بتروح اول يوم بتاخد الفاكسين بتبقى عارف انا هاخد فايزر او موديرنا، ده بيبان يعني بيقولوا لحضرتك، فبتبقى واخد بالك ان انت لو هتاخد فايزر بتبقى عارف ان السكند دوز هيكون بعد 3 اسابيع. اللي بياخد موديرنا يعني انا اخدت الفايزر اللي هو العاملين في الرعايه الصحيه، مراتي اخدت الموديرنا، هي بتشتغل في الادكيشن سيستم في مدرسه، فانا كان السكند دوز بتاعتي بعد 3 اسابيع. بالنسبه لمراتي او بالنسبه لاي حد بياخد الموديرنا بيبقى السكند دوز بتاعه بعد 4 اسابيع. ايه اللي ممكن يحصل لو انا مازد السكند دوز، لو انا فاتتني الجرعه الثانيه؟ طبعا من الضروري ان الواحد يكون مركز وياخد الجرعه الثانيه في ميعادها. لو حصل اي ظرف طارئ ما قدرتش انك تروح تاخد السكند دوز، المفروض انت تعمل حاجه اسمها ريسكيديول، ان انت بتاخد جدوله الجرعه الثانيه في الوقت، يعني تتكلم البروفايدر او هتكلم الناس اللي ادولك الفيرست دوز بحيث ان نشوف نعمل ايه علشان ناخد ميعاد للسكند دوز. هل في احتمال ان الكوفيد 19 فاكسين نستخدمه على الاطفال؟ كلمه اطفال احنا بنتكلم عن الاقل من 18 سنه، اللي هو الاقل من 18 years old. هم فعلا ابتدوا ان هم يدرسوا الموضوع ده او ينفذوه. فايزر ابتدت مع او تعمل تجارب على الفئه العمريه بين 16 ل 18، واضح ان تمت الموافقه عليه بالنسبه للفئه دي اللي هو بين 16 ل 18. مع الوقت هيبتدي يبان ايه اللي ممكن نعمله للاطفال اللي هم اقل من 16 حتى نشوف ايه اللي ممكن يحصل. حتى الان مش موجود الاقل من 16، يعني حتى الان رسميا مش اقل من 16 سنه. فايزر ممكن من 16 ل 18، ما نعرفش الى الان موديرنا هل اقل من 18 ده موجود ولا ده لسه الحكايه دي. حضراتكم عارفين طبعا ان الفلو شات على سبيل المثال بتبقى انيوال شات، يعني كل سنه احنا بناخد الفلو فاكسين، فهل هيكون الكوفيد 19 فاكسين هيكون برضو انيوال شات؟ يعني انا هيكون حوله سنويه؟ حتى الان لا، يعني حتى الان مفيش معلومه، قصدي يعني لا نعرف بعد، لا يزال العلماء يدرسون هذا وسيحددون ذلك بمجرد توزيع اللقاح وتوفر جزء من البيانات. هيبتدي يبان هل فعلا هنحتاج كل سنه ولا لا. طبعا دي ريليتد للفيروس، لان هنقول طبعا الفيروس بيحصل له ميوتيشنز، انما حتى الان كانوا بيتكلموا عن حته الكوفيد 19 فاكسين هل هيكون سنوي؟ حتى الان مفيش اجابه محدده على السؤال ده. كلمه مناعه القطيع، احنا عايزين نوصل لمناعه القطيع، ان احنا يعني طيب كم شخص لازم يبقوا فاكسينيتد عشان نحقق مناعه القطيع؟ الاكسبرتس قالوا تلتين الشعب او تلتين الناس، من 70 ل 80% من الناس محتاجين ان هم ياخدوا التطعيم ده. الفايل ده هو طبعا نزل الكنتاكي بيبل، الناس اللي هم اللي عايشين في ولايه كنتاكي في امريكا، انما احنا هنا في القراءه العامه دي للترجمه بيدي لحضرتك اطار عام، سواء انت عايش في اي بلد تتكلم عربي بيدي لك اطار عام ايه اللي حاصل حتى الان. لو حضرتك عايش في خارج البلاد اللي بتتكلم بالعربي فبتبقى عارف اكثر تفاصيل على ايه اللي بيحصل جوه البلاد دي. هل الفاكسين فري مجاني؟ هل محتاج يكون عندك ميديكال انشورنس؟ ايه هي التكلفه بتاعته؟ هو بيتكلم على ان الفاكسين تم تمويله بشكل عام من التاكس بيرز، الناس اللي هي بتدفع ضرايب، فهيدوه بدون تكلفه، مفيش فلوس مقابل الفاكسين. لو كان في اي فيز هتبقى مقابل، مثلا لو انت داخل الدكتورز اوفيس او داخل زياره مكتبيه او رسوم اداريه، انما الفاكسين نفسه فري حتى الان. مع ذلك لا يمكن رفض التطعيم بسبب عدم الدفع. الفاكسين نفسه فري،
انه ممكن يكون في رسوم تانية في حاجات تانية. احنا لما رحنا خدنا الفاكسين فري، فحتى الان مفيش فلوس للفاكسين. هل تحتاج الى تامين يعني ميديكال انشورنس، تامين طبي او تامين صحي؟ مفيش، لا حتى مش مستاهل يعني، مفيش كلام. هل لازم تكون مقيم في ولايه كنتاكي لتلقي لقاح؟ لا برضو مفيش الموضوع ده. كل واحد يعني انت جاي من اي حته وقاعد هنا فتاخد الفاكسين. هل لازم تكون امريكان سيتيزن او معاك الجرين كارد؟ هل لازم تكون حاصل على جنسيه امريكيه او الاقامه الدائمه؟ برضو لا. احيانا بيبقى في ناس بيسالونا مثلا لو حد عنده قرايب، لو حد عنده اي حد موجودين زياره او كده. لا مش محتاجه تكون امريكان سيتيزن، او مش محتاجه تكون معاك الجرين كارد. هذا الفاكسين سيف؟ ايوه انا بحاول اوري حضرتك الترجمه بتاعت الفايل دوت. الفاكسين سيف. ودايما في عشان نعمل الفاكسين بتعمل له تطوير واعتماد وحاجه مكلفه، فهي نفس المعايير لاي فاكسين بيتعمل. هذا الفاكسين خضع لنفس هذه المعايير، هو خاض نفس هذه المعايير عشان نتاكد انها سيف. وستيل طبعا في نوع من المراقبه او في نوع من الواتشنج او اوبزرفيشن للموضوع ده. فكره الاثار الجانبيه، يعني فكره السايد افكتس او الاثار الجانبيه، طبعا انا في الديسكربشن حضرتك تبص تلاقي فيه اللينك بتاع الموضوع ده كله. ففي هنا ويب سايت لو حضرتك عايز تعمل ريبورت لاي سايد افكت حصل. وفي كمان هم عاملين اب للسمارت فونز برضو لو حضرتك عايز تعمل ريبورت لاي نوع من السايد افكتس، او انك تعرف ايه الموضوع ماشي ازاي. طبعا دي السي دي سي اللي هم ما يمثل يعني وزاره الصحه، هي الاداره الطبيه المسؤوله الفدراليه على مستوى الستيتس. الفايل ده للكنتاكيان بيبل او جاي من الاداره الطبيه في ولايه كنتاكي. ايه الاثار الجانبيه للقاح كوفيد 19 فاكسين؟ احب اوضح بس ان الاثار الجانبيه هنا مطلوبه، لان وجود اثار جانبيه هعمل شادوين كده لا تعني هذه الاعراض انك مصاب. نعم بشير ان الجهاز المناعي الاميون سيستم ابتدى يشتغل على حضرتك اجينست الفيروس، فبيبقى الاعراض دي اللي هي زي الارم سورنس اللي هو الوجع في موقع الحقن، او الهيدك صداع، او الام العضلات اللي هو البادي اكس او الام العامه، وايفن حتى لو لو جريد فيفر حضرتك حراره قليله. كل الحاجات دي ما بتعنيش انها حاجه مش كويسه، هي بتعني ان في نوع من الرياكشن بين الجهاز المناعي وبين الفاكسين، ده شيء مطلوب. طيب لو حضرتك برضو قلقان او كده بشان السايد افكتس او الموضوع زاد شويه او خد امور بتحصل شويه، بتشوف بتعمل ريبورت عند في الويب سايت ده. وطبعا لازم بتكلم البرايمري كير بروفايدر بالنسبه للحاجات دي. هل يمكنني، ده سؤال مهم يعني من الحاجات المطروحه، هل ممكن ان انا اصاب بالفيروس نتيجه ان انا اخذت الفاكسين؟ هل يمكن الحصول على كوفيد 19 فيروس او انفكشن من الفاكسين؟ الاجابه لا، لا يمكن الحصول على كوفيد 19 انفكشن من الفاكسين. دي نقطه مهمه خالص، والموضوع ده واضح ان انا اخذت الفاكسين ده مش معناه ان انا ممكن اصاب بالمرض. هل ستؤدي اللقاحات او الفاكسينز يعني بتاعت كوفيد 19 الا ان انا ممكن يتعمل لي اختبار اللي هو سواب مثلا ويطلع ان انا ايجابي بوزيتيف ان انا عندي الانفكشن؟ لا، هذه اللقاحات لا تجعل الاختبار ايجابيا في الاختبارات الفيروسيه. يعني حضرتك عملت السواب او المسحه علشان معني تعرف ان انت سلبي او ايجابي، الفاكسين ما بيخليش المسحه ايجابيه. هل يجب ان احصل في حاله، طبعا الناس اللي هم بريجننت الزوجات اللي هم حوامل او في لاكتيتنج المرضعات، الاجابه العامه نستنى شويه. يعني لو في حاله، لو في حضرتك مثلا حامل او لاكتيتنج البيبي وكده، مفيش داعي للموضوع ده. مفيش صحيح مفيش اجابه واضحه، بس الانسب خلينا شويه بعيد لغايه لما الامور بالنسبه للموضوع ده يبان. يعني مع ذلك فاننا نوصي النساء الحوامل او المرضعات بطلب التوجيه من، يعني حضرتك تكلم الطبيب المباشر، ايه رايك حضرتك اخذ الفاكسين ولا لا؟
هل فعلا حصل ان الفاكسين اتعمل بسرعه؟ هل الفاكسين اتعمل بشكل سريع؟ لا، على فكره طبعا الفاكسينز طريقه اعدادها اسرع، التكنولوجيا بتاعتها اسرع، بس الا ان السرعه لم تقلل من مستوى الامان. تم انجاز الخطوات التي تم اختصارها من قبل الحكومه الفيدراليه لازاله المخاطر الماليه من مصنعي اللقاحات حتى يتمكنوا، يعني كان حتى التعطيل مثلا في امور الفاينانشال او الماديه دي تم الحكومه الفيدراليه شالتها عشان الناس تتحرك بسرعه في تصنيع اللقاحات، يعني في نفس الوقت الخطوات العلميه زي ما هي، فما فيش اي مشكله في مستوى الاوان في مستوى الامان. هل تحتوي لقاحات الكوفيد 19 فاكسين على الرقاق؟ كانوا بيتكلم بيقولوا كلام ان في مايكرو شيب بيحطوا عشان ما اعرفش تتبع او كده. طبعا انت حضرتك معاك السمارت فون او معاك حتى ايفن الفليب فون الصغير ده، فهو كده كده يعني من غير التعقد الموضوع سهل. انما المهم نتكلم في الحكايه كده بشكل مباشر، لا تحتوي لقاحات الكوفيد 19 على الرقائق دقيقه. مفيش حاجه اسمها مايكرو شيب، يعني مثلا عندي البابي اللي عندي بتحط له حضرتك حاجه في النك عشان خاطر لو ضاع ولا كده بتقدر تلاقيه كاتبين كده، لا تحتوي لقاحات الكوفيد 19 على الرقائق دقيقه. تستند هذه الفكره الى روايه كاذبه وحمله معلومات مضلله عبر الانترنت. اذا لم اتمكن طبعا الناس اللي هو في الفلو فاكسين بيبقى فيه طبعا اليولك او المح، في ناس بيبقى عندها سنسيتيفيتي او حساسيه من الانج فما بياخدوش طبعا الفلو فاكسين، ده مفهوم. هل لو في حد عنده حساسيه من الموضوع ده فبيخش الفلو فاكسين، هل ما ينفعش انه ياخد الكوفيد 19 فاكسين سواء فايزر او موديرنا؟ الاجابه لا. ليه؟ لان مفيش في الفاكسينز دي سواء في الفايزر او موديرنا على اي خلايا بشريه او حيوانيه، لا من البيض ولا من اي حاجه، لانها ما بتتزرعش في البيض زي الفلو فاكسينز. بس برضه عشان يكون الكلام واضح ودقيق، لو حصل ان انت كان عندك اي رد فعل تحسسي اي سنسيتيف تجاه بشكل عام اي فاكسين قبل كده، او دواء عن طريق الانجكشن باي شكل من الاشكال بخلاف السكين راش، يعني بتتكلم الاول مع الطبيب بتاعك وتقول له، بعد كده هو يقول لك النصيحه الاخيره. انا باخد هل ممكن اخد الكوفيد 19 فاكسين؟ انا اوريدي انا باخد مصلات ثانيه، الناس تاخد الشاشات او تاخد اي حاجه، هاخد الاثنين مع بعض. الالطف او الاحسن ان احنا يكون في 2 weeks interval، اسبوعين ما بين الفاكسين وبين اي فاكسين تاني حضرتك بتاخده. لو انا عندي مشكله في امراض المناعه هل ممكن اخد الكوفيد 19 فاكسين؟ لو في حساسيه شديده لا، هم لو في اي حساسيه تجاه اي دواء عن طريق الانجكشن برضه لا مفيش داعي. والاسئله دي بتختلف من واحد للتاني، فالافضل ان انت عشان خاطر الموضوع ده انا عندي حساسيه لاي حاجه او عندي امراض مناعه ترجع للميديكال بروفايدر الطبيب المباشر. لو انا كنت بوزيتيف، لو انا كنت مصاب بالكوفيد 19 فاكسين وخفيت وبعد كده طلعت سلبي يعني مع الوقت، هل ممكن، هل لازم ان انا اخد الفاكسين؟ يعني كتير بيقول طيب انا كنت في يوم من الايام كنت مصاب، انا كنت بوزيتيف وخلاص وخرجت منها وبقيت كويس وكده، هل انا محتاج للفاكسين؟ محتاج للفاكسين. انما الكلام العام انه في خلال 90 يوم الادله الحاليه تشير الى صور اخرى غير شائعه في 90 يوم، فعشان كده بعد 3 شهور من تاريخ ان انت كنت بوزيتيف خد التطعيم. الفاكسين هيقعد معايا قد ايه يديني مناعه؟ الحقيقه مش واضح. مش واضح، انا مش عايز اقول كلام مش موثوق في الفايل داون، انما مش واضح. طبعا احنا بنامل او يامل العلماء ان يدي لك حمايه لمده سنه. نرجو ده. انما حتى الان طبعا وجود الفاكسين افضل من عدم وجوده. هل ان انا بعد الفاكسين هكون مضطر ان انا اعمل فيس ماسك، لازم البس الماسك؟
ولازم يكون في موضوع السوشيال ديستانس اللي هو المسافه دي 6 فيت او 6 اقدام او كده، لازم بعد ما اخد التو دوزز بتوعي. يفضل يعني سيكون المهم للجميع الاستمرار في سواء جميع الادوات المتاحه للمساعده في وقف هذا الوباء مثل تغطيه الفم والانف بالماسك، وطبعا الفريكوينت هاند واشنج اللي هو تغسل الايدين كتير. ده لازم نستمر في نفس الموضوع يعني. طبعا الفايل كله متاح، واعتقد طبعا كل ولايه ليها برضو فايل كده بيحدد الموضوع. انا حبيت اني اشارك هذه المعلومات، يمكن تكون مفيده. طبعا احنا في زمن مختلف، كل المعلومات متاحه والمعرفه تزداد في كل القطاعات، فنرجو السلامه للكل. طبعا دي بلاد حرة، بيقول لك انا لا اتفق مع النظام الذي سنطلع الناس لدي بعض الاقتراحات، بيقول لك اوكي طبعا ابعت طبعا سواء ايميل او تشوف ده ويب سايت حكومي اللي هو الكي واي اللي هي كنتاكي covid19.ky.gov او في ايميل، عشان لو حضرتك عندك اي افكار او اي حاجة تساعد. اعتقد يعني ان احنا غطينا الموضوع كله. نرجو طبعا احنا نصل الى 70-80% من الناس اللي تحصل على الميتين باكسين بحيث الكوفيد نيفيس بحيث نوصل لما يعرف بمعنى القطيع. وزي ما قلت حضراتكم ده الفايل بالكامل اللي انا حطيته هنا في البلوج، وسواء ودي الحته اللي هي خاصه بالعربي وطبعا بالانجلش تحت. ان شاء الله نعبر هذه الازمه بخير، وتبقى حدوته نحكيها لاولادنا ولاحفادنا ولاولادنا وشركنا. وشكرا، وان شاء الله كل واحد ياخذ الفاكسين بتاعه كده باسرع وقت ونوصل للسلامه العامه. شكرا. Somehow.